اوكي دلوقتي خلونا نبدا معاكم في جوله مروريه وهنبص على شوارع القاهره والمحافظات، وخصوصا الناس بدات تنزل دلوقتي علشان النهارده اولى ايام امتحانات الثانويه العامه، واللي بيحرص الطلاب على نزول بدري علشان يوصلوا قبل بدء اللجان بوقت كافي. هنبدا معاكم من القاهره وتحديدا من ميدان عبد المنعم رياض اللي بيشهد وجود كثافات نسبيه في شوارع متفرقه، شوارع تانيه هنلاقي فيها سيوله مريه. على طريق الكورنيش هنلاقي فيه كثافه نسبيه من المظلات في اتجاه منطقه وسط البلد، كمان الكورنيش المتجه للمؤسسه في بعض الكثافات المروريه البسيطه. في مناطق شهدت مناطق من كورنيش النيل ازدحاما متوسطا في الاتجاه المؤدي الى مناطق المانيال والملك الصالح، لكن الاتجاه الثاني المؤدي للمعادي وحلوان فبيشهد ازدحام نسبي. ولو رحنا لكوبري اكتوبر هنلاقي ان هناك في كثافات مروريه متحركه بتفضل مستمره لحد العباسيه. هنفضل ماشيين لحد غمره في اتجاه العباسيه هنلاقي فيه سيوله مروريه. ولو رحنا لمحور النصر هنلاقي فيه كثافات مروريه وصولا للمنصه. في ظهرت كثافات متوسطة في الاتجاه الآخر إلى وسط المدينة، وكمان شارع بورسعيد من نزلة كوبري أكتوبر حتى منطقة الزاوية الحمراء بيشهد بعض الكثافات المرورية. نروح معاكم لمحافظة الجيزة ونبدأ من الطريق الدائري اللي فيه بعض الكثافات المرورية قبل بعض النزلات، كمان بدأت تكون في كثافات مرورية بمحور 26 يوليو القادم إلى ميدان لبنان من مدينة 6 أكتوبر، لكن الاتجاه الآخر بيشهد كثافات نسبية، هنلاقيها كمان بتنتهي عند طلعة الدائري من ميدان لبنان. هنروح لطريق المريوطية الدائري واللي فيه سيولة مرورية نسبية للمتجه لمناطق الجيزة وطريق الفيوم الصحراوي حتى حدائق الأهرام ووصولا لميدان الرماية، في كمان كثافات مرورية متحركة في شارع جامعة الدول العربية وميدان الدقي. بتظهر كثافات تانية بسيطة في شارع السودان حتى جامعة القاهرة وميدان النهضة وصولا لبولاء ومبابة، لكن بالنسبة لمحور صفت فبيشهد دلوقتي كثافات مرورية هتزيد في الاتجاه لجامعة القاهرة. كمان ظهرت كثافات متحركة في منطقة مشعل وكثافات في شارع العشرين حتى الطلبية وكثافات أمام المتجه إلى كوبري الجيزة المعدني وشارع فيصل بمنطقة الطوابق حتى العشرين، وظهرت كثافات أخرى بشارع السودان حتى جامعة القاهرة وميدان النهضة وصولا لمناطق بولاء ومبابة. ناخد بالنا ان كل شوارع الجيزه والمحاور مراقبه بكاميرات المرور، علشان كده لازم نلتزم بالسرعات المقرره وربط الاحزمه وعدم التحدث في الهاتف المحمول. نروح معاكم لمحافظه القليوبيه، ولو انت جاي من محافظات الدلتا زي المنوفيه وماشي على الطريق الاقليمي يفضل ان انت تكمل في طريق شبرا بنها الحر علشان ما فيش عليه اي كثافات، ومنه للطريق الدائري ومحور الفريق العصار. اللي جاي من الزراعي بتظهر بعض الكثافات المرورية في طريق الإسكندرية الزراعي قبل الطريق الدائري، لكن أقل من المعتاد. بيشهد الاتجاه الثاني كثافات متقطعة وسط متابعة بصفة دورية لحركة السيارات لسحب أي كثافات مرورية بتظهر بالطريق لمنع ظهور زحام مروري. هنكمل معاكم جولتنا ونروح محافظة بورسعيد اللي هنلاقي فيها سيولة مرورية في أغلب الشوارع ما عدا بعض الكثافات المعتادة في شارع جمال عبد الناصر اللي بيشهد كثافات نسبية قليلة، هتبدأ تقل لحد ما نوصل لشارع 23 يوليو. هنروح على طريق طرح البحر اللي بيشهد هو كمان سيولة مرورية. من طرح البحر هنروح لشارع الجمهورية اللي فيه كثافات مرورية مكملة لحد آخر الشارع. من جولتنا في شوارع مصر المختلفة خلونا نستعرض مع حضراتكم جولة سريعة عن أحوال الطقس. الطقس النهاردة هيكون حار على شمال البلاد، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، في نشاط رياح على مناطق من جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وشمال الصعيد وجنوب الصعيد. درجة الحرارة في القاهرة النهاردة 36، أعلى درجة حرارة هتكون في أسوان 42، وأقل درجة حرارة هتكون في مطروح 29 درجة. هنتابع مع حضراتكم الطقس بالتفصيل لكن بعد شوية.